بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثراتنا وأذهب حزننا وهمنا، وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا محجوبين بأنفسنا مغيبين عن شهودك يا رب العالمين بشهواتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، فذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم ما زلنا مع بعض الألفاظ والمصطلحات التي يستخدمها أهل هذه الطريقة، وهم المعروفين بأهل الصوفية في كتبهم وفي كلامهم فيما بينهم وبين بعضهم. يستعملون كلمة الجمع والفرق، ومن ذلك الجمع والفرق. هناك حقيقة وهناك شريعة. الحقيقة أن الله فعال لما يريد، فهذه حقيقة، وأن الله خلقكم وما تعملون، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله على كل شيء قدير، فكل ما في الأكوان هو فعل الله وهو مراد الله وهو ابتلاء الله واختبار الله ونعمة الله ومحنة الله ومنحة الله، فالكل من الله. فهذا هو الجمع. فالجمع أن الكل من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، جمع، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فرق. فجاء القرآن بالجمع والفرق. إياك نعبد، خالق يعبد، فرق. فنسب العبادة لمخلوق، في حين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، جمع، فهو لا يعبد إلا بالله ويعبد لله. فالفاعل هو الله، ولكن ينسب للعبد اكتسابا، فإذا نسب للعبد اكتسابا كان فرقا، أي هناك عبد ومعبود، هناك خالق ومخلوق، هناك كون ومكون، فهذا فرق. فإذا غاب عنه النسبة فلا يرى نسبة، يرى الفاعل فقط هو الله، يرى موجود فقط هو الله، كان الله ولم يكن شيئا معه، يرى صفة واحدة ولكنها لها انعكاسات كثيرة على حسب مرايا الأكوان، فكلما صفت مرايا أجزاء الأكوان ظهرت الصفات بصورة أوضح، وكلما كانت هناك كدورة في مرايا الأكوان كانت هناك صورة أقل، ولكن هي كلها صور منطبعة لآثار صفات واحدة، فمن نظر إلى هذا كان جامعا، ومن نظر إلى الصور المنطبعة كان فارقا. باختصار،
فالجمع حقيقة والفرق شريعة. الجمع حقيقة والفرق شريعة. الشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده والطريقة أن تقصده، مش كده؟ فيبقى هناك جمع وفرق. إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع، أي أنت تعبد ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تعبد بقوته، تعبد بفعله، تعبد بإرادته، تعبد بتوفيقه، تعبد بإمداده. فالعابد هو أنت صورة وفي الحقيقة الله. فمن نسب إلى العبد كان فارقا، ومن نسب إلى الله كان جامعا، وهم يتقلبون بين الجمع والفرق. فالجمع من العلم بالله، والتفرقة من العلم بأمر الله. الجمع علم بالله، والتفرقة علم بأمر الله. واضح؟ ده باختصار. هنقرأ بقى ايه يعني مراد المصنف في تجميع اقوال العلماء في هذا المعنى. يقول: ممكن تقول ان الجمع مواهب، وممكن تقول ان التفرقة مكاسب، اي مكتسب منسوبة الى العبد، ينسب الى العبد فعلا واكتسابا، والى الرب خلقا وايجادا. فالجمع موهبة، هبة من الله، والتفرقة مكاسب اي اكتساب، اي اعمال، اي اغيار، ويسموها اغيار ايضا لانها تدل على الغيرية. وعشان كده يقول لك ترياق الاغيار، اللهم صل على سيدنا محمد، ترياق الاغيار، مش كده برضو؟ ترياق الاغيار، اي الذي يجعلك تخترق هذه الاغيار الحجب فترى انه لا فاعل الا الله. فهو الترياق في هذا الاختراق، فهو الترياق لهذا الحجاب صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيانا يسموا الفرق أيضا أغيار أحيانا. فليهم ألفاظ كثيرة أنت بمكثرك، وهي الحقيقة هي أشياء تعاش أكثر منها تشرح. وأحيانا للإنسان يكون مجموع مفروق في أن واحد، وأحيانا مجموع فقط، وأحيانا يكون مفروق فقط. فمن كان مفروقا فقط كان زنديقا، من كان مجموعا فقط كان زنديقا، ومن كان مفروقا فقط كان دهريا. واضح؟ ولكن الحقيقة لأن الذي يفرق فقط لا يرى إلا الأكوان، فلا يرى مكون، كان دهريا، لأنه نسب الأفعال إلى الصور أنها فاعلة، ولم يرى أن هناك فاعل من ورائه، فيبقى دهري، وما يهلكنا إلا الدهر. فالفرق فقط دهرية، والجمع فقط زندقة، يرى أنه لا ضرورة للأخذ بالأسباب، حيث أن الله هو الفاعل، وإن أراد أن يفعل فعل بما شاء، فأنا لا فعل لي، فيترك الفعل ويترك الأمر ويترك النهي ويترك نفسه لشهواته، معتمدا على أنه مجموع وفي الحقيقة أنه زنديق. فالجمع فقط زندقة، لأنه ينكر الشرائع، ينكر الأسباب. والفرق فقط اما دهرية او اما فجر وفسق، لانه ينسب الفعل لغير الله. والكمال الجمع والفرق في ان واحد. فالفرق القيام بحقوق العبودية، والجمع القيام بحقوق الربوبية. هذا هو المقام العالي، هو ده اللي يجمع الامر كله. لفظ الجمع والتفرقة يجري في كلامهم كثيرا. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق اللي هو شيخ المصنف يقول: الفرق ما نسب إليك، والجمع ما سلب عنك. ومعناه أن ما يكون كسبا للعبد من إقامة العبودية، يعني باعتبار الشريعة، وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق. واضح؟ وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمع، يعني وهم. يبقى المعاني والأحوال، فاكر احنا لما خدنا التواجد والوجد والوجود، قلنا ان التواجد ده فيه كسب
والوجود والوجد ده فيه وهم، فهي نفس المعنى. فالجمع ما يكون من قبل الحق من ابداء معان واسداء لطف واحسان فهو جمع، هذا ادنى احوالهم في الجمع والفرق. يبقى ده ادنى تعريف الجمع والفرق. اذا كان الفرق هو مكاسب اكتساب العبد، والايه والجمع هي مواهب من الرحمن سبحانه وتعالى. ليه ادنى احوالهم؟ لانه شهود الافعال مش شهود الفاعل. هنا شهد الافعال انها من الله فحجب بالافعال عن الفاعل فانشغل بها فكان فانيا في ايه؟ في الافعال. وعلشان كده ده ادنى الاحوال، لان في افعال وفي صفات وفي ذات. فادنى حاجة اول خطوة هي ان ترى الافعال انها من واحد، فكأنك لا ترى الا الافعال، فهذه ادنى شيء. فاذا ارتقيت من الافعال الى انها رأيت ان هذه الافعال ما هي الا مقتضيات الصفات، يبقى ارتقيت من رؤية الافعال الى رؤية الصفات. فاذا ارتقيت ان هذه الصفات ما هي الا ذات موصوفة، فارتقيت الى رؤية الذات، فارتقيت الى مقام الاحدية بعدما كنت في الواحدية، يبقى ده اعلى. وهكذا. وعشان كده قالك ده ادنى حاجة، لان رؤية الافعال. فمن اشهده الحق سبحانه افعاله من طاعاته ومخالفاته فهو عبد بوصف التفرقة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يشهدك بينك وبين نفسك انك عابدا، انك طائعا، انك عاصيا، انك مخالفا، انك تائبا، انك منيبا، فقد اشهدك فعله فيك، ولكن شهدت انت نفسك فاعلا. فهذا فرق. ومن اشهده الحق سبحانه وتعالى ما يليه عليه من افعال نفسه سبحانه وتعالى، نعمة الامداد بقى، انك لا لست فاعلا بل ممدا من الله، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. فمن اشهده الحق سبحانه ما يليه من افعال نفسه سبحانه فهو عبد بشاهد الجمع، اي ان الفاعل هو الله. واضح؟ نرجو ما تسرحوش مني، حكاية سهلة سهلة خالص. فإثبات الخلق تفرقة وإثبات الحق جمع. يعني إثبات الخلق؟ إثبات الخلق أي مشاهدة الخلق، أي الانفعال معهم، أي نسبة الأفعال لهم، تفرقة. أما إثبات الحق أي رؤية أن الفاعل هو الله على هذه الصور المنعكسة من أفعاله، المنعكسة من صفاته، المنعكسة من ذاته، فهو انعكاس بعد انعكاس بعد انعكاس، ثلاث انعكاسات. والأصل هي الذات الموصوفة ثم الفاعلة ثم المظهرة للأكوان الممدة لها، يبقى ده جامع. واضح؟ ولا بد للعبد من الجمع والفرق، زي ما قلت لك لازم الاثنين دول، زي الخوف والرجاء لابد منهم، او يرتقي معاهم يبقى قبض او بسط مع بعض، او يرتقي يبقى هيبة وانس، والا هيبة فقط فناء، انس فقط سكر، انس فقط صح، والصحو على طول دون فناء قد يؤدي الى اساءة الادب، وقد يؤدي الى الانشغال عن الاداء بحقوق العبودية، بحقوق الربوبية، والقيام باداء حقوق العبودية. فالعبودية لها حقوق، وهي الذل، وهي التعطف من الله عز وجل، طلب الرحمة والعفو، ثم بعد ذلك القيام بحقوق الربوبية من اداء ذلك له، مع العلم بانه هو القاهر فوق عباده، بانه هو الفاعل فعال لما يريد. فلا بد للعبد من الجمع والفرق، فإن من لا تفرق له لا عبودية له، يبقى زنديق. وعشان كده قال لك من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. فإن من جمع له، لأن الجمع حقيقة والتفرقة شريعة،
فمن تحقق يعني من تجمع ولم يتفرق تزندق، فإن من لا تفرقة له يعني له جمع فقط لا عبودية له يبقى زنديق، أنكر الشرائع. واضح؟ الزندقة إنكار الشرائع، زي بعض الفلاسفة قالوا كده، اعترفوا بوجود الله وأنه فاعل لما يريد، فإن كان الله فعال لما يريد وبإرادته كل الأشياء فأنا جزء من إرادته، فلا بد أن أترك نفسي لإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا تشريع عنده ولا أمر ولا نهي. ثم يسير بعد ذلك على هوى نفسه فيقول حتى كل ما يجري في نفسي فهو من الله، فيسير حتى على هوى نفسه فيصير بعد ذلك زنديقا. ومن لا جمع له لا معرفة له، واللي ما عندوش جمع يبقى مش عارف برب ولا عارف بحقيقة الأكوان، انشغل بالأكوان عن المكون. ومن لا جمع له لا معرفة له، يبقى دهري ممكن ينكر أن هناك فاعل وراء الأكوان، حيث أنه لا يرى لا يشعر به لا يحس به، هؤلاء الدهرية. فقوله إياك نعبد إشارة إلى الفرق، أن هناك عابد ومعبود، يبقى في فرق، هناك فارق بين المخلوق والخالق، يبقى الفرق، يبقى رأى خالق ومخلوق، رأى عابد ومعبود، لا رازق ومرزوق. وقوله وإياك نستعين إشارة إلى الجمع. وإذا ما خاطب العبد الحق سبحانه بلسان نجواه، إذا خاطب العبد سبحانه الحق سبحانه بلسان نجواه، إما سائلا بيسأل الله، أو داعيا يدعوه، أو مثنيا على الله، أو شاكرا له، أو متنصلا يعني متبريا من حوله وقوته، أو مبتهلا يعني ملحا في الدعاء، قام في محل التفرقة، لأن كل دي عبادة، إذا كان في محل التفرقة. واضح؟ الدعاء مخ العبادة. طب ما شاء الله وكان وما لم يشأ، طب ادعي ليه؟ مش كده برضو؟ بدعي تفرقة، لأن بالقيام بحقوق العبودية لبيان التذلل إلى الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا وعده أنه ينصر المسلمين، وبالرغم من ذلك في موقعة بدر اجتهد في الدعاء والعبادة، لدرجة ان سيدنا ابو بكر نفسه قال هون عليك يا رسول الله ان الله منجز وعده. يعني هو علم سيدنا ابو بكر اكثر من علم النبي؟ لا، فرق كبير. لكن النبي اراد بالقيام بكمال حقوق العبودية تذللا ليتغطى هذا الذل بكمال العز. كلما تذلل كلما عز، كلما تذلل العبد كلما غطاه الله بعزه، كلما بان العبد انه مضطرا مقهورا كلما غطاه الله بقهره، فيقهر اعداءه، شهواته، نفسه، اعداءه الخارجيين، يقهر الكل، حتى انه يصير عبدا ربانيا، فبي يبصر بي يسمع بي يبطش. وإذا أصغى بسره، يبقى الأولان في مقام التفرقة اللي هو المبتهل المتنصل من أعمال نفسه بالرغم أنه عاملا فيها، الداعي السائل العابد الساجد الراكع الذاكر، ده في مقام التفرقة، مقام العبودية، مقام الشريعة، مقام الأدب. وإذا أصغى بسره إلى ما يناجيه به مولاه، إذا أصغى بقى بسره إلى المعاني الواردة إلى قلبه في أثناء هذه المناجاة، في أثناء هذا السلوك، في أثناء هذا التوجه، يفتح الله عليه بأنوار الطاعة وأنوار العبادة وأنوار الذكر، يبقى أشياء وهبية تأتيه. فإذا أصغى بسره إلى ما يناجيه به مولاه، واستمع بقلبه ما يخاطبه به فيما ناداه أو ناجاه أو عرفه أو لوح لقلبه وأراده، فهو بشاهد الجمع. واضح؟ يبقى كل ده مشغول برضو بإيه؟ بالأفعال وبالمعاني وبالبوادي، مش مشغول بايه؟ بربه. يبقى دي برضو مقام، لان مقام الجمع ليه درجات نفسها، ومقام التفرقة ليها درجات برضو. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول انشد قوال بين يدي الاستاذ ابي سهل الصالوقي رحمه الله، جعلت تنزهي نظري اليك. هو قالها كده ايه؟
بيقول له جعلت ولا جعلت؟ هو المنشد الظاهر قالها جعلت. قال جعلت تنزهي نظري اليك، يعني جعلت انت يا الله تنزهي يعني عبادتي وابتهالي وفكري فيك يا الله هو معرفتي بك، نظري اليك اي معرفتي، مش نظر الحاسة بل نظر المعرفة. جعلت تنزهي نظري اليك، فلما نسب الفعل الى الله كان جامعا، فهم؟ وكان ابو القاسم النصر عبادي رحمه الله حاضرا، فقال الاستاذ ابو سهل صلح قول جعلت بنصب التاء، وقال النصر عبادي بل جعلت بضم التاء، فقال الاستاذ ابو سهل اليس عين الجمع اتم؟ يعني اليس ان ينسب الفعل الى الله اتم؟ بدل ما يقول جعلت انا يبقى جعلت انت يا الله فيا هذا المعنى، يبقى الاثنين صح على فكرة، بس كل ينظر على حسب ايه؟ على حسب حاله مع الله. فاللي غلب عليه الجمع قال جعلت، واللي غلب عليه الفرق قال جعلت نسب لنفسه، واضح؟ فقال الاستاذ ابو سهل اليس عين الجمع اتم؟ فسكت النصر ابادي. وسمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي ايضا يحكي هذه الحكاية على هذا الوجه. ومعنى هذا ان من قال جعلت بضم التاء يكون اخبارا عن حال نفسه، فكأن العبد يقول هذا من عنده، يبقى فرق، واضح؟ لانه نسب الفعل للعبد لنفسه. واذا قال جعلت بالفتح فكأنه يتبرأ من ان يكون ذلك بتكلفه، بل يخاطب مولاه فيقول انت الذي خصصتني بهذا لا انا بتكليفي، يعني ماشي مع آية وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، وهذا اعلى. فالاول على خطر الدعوة، الاولان اللي قول جعلته ده على خطر الدعوة، ان انا وصلت لهذا بفعلي، وصلت لهذا بعبادتي، وصلت لهذا بذكري، فعلى ايه؟ على خطر الدعوة ان يدعي ذلك لنفسه، انما اتيته على علم. والثاني بوصف التبري، بوصف لا حول ولا قوة الا بالله من الحول والاقرار بالفضل والطول، والفرق بين من يقول بجهدي اعبدك وبين من يقول بفضلك ولطفك اشهدك. يبقى واحد يقول بجهدي اعبدك والثاني يقول ايه؟ بفضلك ولطفك اشهدك. لا يدخل احد الجنة بعمله، حتى انت يا رسول الله، قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. جمع في بقى حاجة اسمها جمع الجمع. جمع الجمع ده حاجة تانية فوق ده. الجمع ادناه، ادنى الجمع ان ترى ان الله فاعلا، ثم بعد ذلك تتدرك فلا ترى ان هناك فعل منعكس عن وصف الا ما هو الا صفات الله عز وجل. يبقى تدركت الى الصفات ولم تنبهر بالافعال، لان الافعال كثيرة ولها انعكاسات كثيرة، والصفات اجمع، مش كده برضو؟ فكأننا افعال الله في الاكوان دي كتيرة لا تنتهي. فاللي يقول الافعال الى الله جامع صحيح، لكن اللي يقلل بقى الافعال ما يبصلهاش ونظر للصفات، الصفات احصر من الافعال، يبقى جمع جمع كده برضو. طب واللي جمع كل الصفات في ذات واحدة موصوفة، يبقى جمع الكل، يبقى هناك جمع جمع وجمع جمع جمع، لكن هم يعبرون بجمع الجمع عن النوعين، واضح؟ فهمت الفكرة؟ واحدية واحدية زي ما قلنا في المقدمة. الواحدية هي ظهور ذات موصوفة، اما الاحدية فهي ذات غير معلومة الصفات، كان الله ولم يكن شيئا معه، فما كانش معاه حاجة تعلم صفاته اصلا، لان هو الاعلم بنفسه ولا يوجد معه احد، فكانت احدية. فاراد سبحانه وتعالى ان تعلم صفاته فخلق الخلق على مرادات هذه الصفات حتى تظهر اثار الصفات، فصارت واحدية.
واضح؟ لأن الواحد ينسب إليه أعداد كثيرة لكن لا يدخل في أي عدد، وبغير الواحد لا تبدأ الأعداد. فالواحد هو الله، نسب إليه أفعال كثيرة أرقام كثيرة لا تنتهي، في نهاية للأعداد كذلك لا نهاية للأفعال لا نهاية لأثار الصفات، واخد بالك إزاي؟ فالواحدية هي الذات منسوبة إلى صفاتها منسوبة إلى آثارها، نسب فقط، نسب عقلية، لكن هي ذات واحدة لا تتغير، بس هي نسب عقلية لتدرك أنت، لا لزمان تفاوت ولا لوجود درجات تتفاوت فتتدرج الذات إلى الكمال، لا، بل هي كاملة من أصلها. ولكن هذا باعتبار مفهوم العبد عن الذات التي كانت غير معلومة الصفات، حيث أنه لا يوجد من يعلمها سوى ذاته سبحانه وتعالى، واضح؟ وجمع الجمع فوق هذا طبعا، لأن اللي حيجمع الأفعال في صفات، فالصفات أحصر من الأفعال، الصفات أحصر من الأفعال، يبقى جمع صحيح، واللي يجمع الصفات في ذات يبقى جمع أقوى، واضح؟ يختلف الناس في هذه الجملة على حسب تباين أحوالهم وتفاوت درجاتهم، فمن أثبت نفسه وأثبت الحق ولكن شاهد الكل قائما بالحق فهذا هو جمع الاولان، يبقى شاهد الكل فاعلا ولكن قائما بالله، يبقى جمع اول جمعية. واذا كان مختطفا عن شهود الخلق مصطلما عن نفسه، يعني ثانيا في كمال الفناء، ده مصطلم يعني في كمال الفناء حتى عن نفسه، اسمها الاصطلام، وفي المحاق منمحق، يبقى مصطلما عن نفسه يعني حتى غافلا عن نفسه والها عنها، واخد بالك، يبقى ده اسمه مصطلم. يبقى الاول مختطفا عن شهود الخلق لكن ما زال حاسس بنفسه، المصطلم حتى نفسه مش حاسس بيه، واضح؟ واذا كان مختطفا عن شهود الخلق مصطلما عن نفسه، يبقى درجتين اهو، مختطفا عن شهود الخلق ما عدا نفسه، ثم يتدرج الى الاصطلام، اي حتى يختطف حتى عن نفسه، مأخوذا بالكلية عن الاحساس بكل غير بما ظهر واستولى من سلطان الحقيقة، فذاك جمع الجمع، واضح؟ لان الجمع فيه من جمع، في اللي جمع، واللي جمع هو فهمك، جزء من كسبك مع جزء من وهبك، لكن اللي يتخطف حتى من فعل نفسه كسبا ومن فعل الله فيه وهبا، يبقى ده جمع الجمع. فهمت بقى المسألة؟ فالتفرقة شهود الأغيار لله عز وجل، المراد بالأغيار هنا الأفعال، الطاعات، آثار الصفات، انعكاس الصفات في الافعال، دي كلها اغيار. اغيار ليه؟ لانها دائمة التغير، دائمة التغير، بتتغير في كل لحظة، ليل وبعدين نهار، النهار نفسه بيتغير، يبقى شروق وبعد الشروق ضحى وبعد الضحى ظهر وهكذا، كل حاجة بتتغير، انت نفسك بتتغير، كل لحظة بتتغير، مش كل لحظة، ده في كل، ده انت نفسك حتى جثتك دي اللي قدامك دي مش هي دي بتاعت امبارح ولا بتاعت اول امبارح، خلايا بتموت وخلايا بتعيش وخلايا بتتجدد، وشغلانه كبيره، ده انت شغلانه كبيره، ده انت موال، الدنيا كلها كده في كل لحظه، ما تفتكرش ان حاجه ثابته، الكل قام به التغير الا الحي القيوم القديم الذي لا يتغير، فعشان كده كل ما سوى الله اغيار، وقد تكون هذه الاغيار اما اجسام او جواهر او عوارض، فكلها اغيار، كلها اغيار، حتى الاجسام بتتغير بتتغير، ده حتى الجبل علماء الجيولوجيا يقول لك بيتنحت، يعني اللي انت الطبقه الجبل اللي انت شايفه النهارده ده غير اللي هتشوفه بكره، لان اللي هتشوفه بكره طبقه تانية، ده تقشر طبقه تانية من الهواء وجالك طبقه تانية جديده، او ترسب عليه طبقه جديده، فاللي انت شايفه النهارده وجه جديد للجبل، غير الوجه بتاع امبارح، غير الوجه بتاع بكره، غير الوجه اللي شافه ابوك، غير الوجه اللي شافه جدك، فكل يتغير سبحانه،
وعلشان كده قال ايه؟ واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر لانه قام به التغير. دليل انه حادث مفتقر انه قام به التغير، يتغير باستمرار. كالتفرقة شهود الاغيار انها لله، فان كانت طاعة تكون لله قصدا، وان كانت فعلا تكون لله ارادة، وان كان قضاء تكون لله مشيئة، وهكذا. والجمع شهود الاغيار بالله، ان دي تمت بالله حتى مش بنفسها، يبقى الاولان لله قصدا سلوكا فعلا ارادة مشيئة، والتاني لا، ده بالله نفسه، بالله هو الفاعل نفسه. جمع الجمع بقى الاستهلاك بالكلية، فلا يرى الا الذات، فلا يرى حتى فعلها في الاشياء لانه غاب عن الحس بالكلية، ده اسمه جمع الجمع. الاستهلاك بالكلية وفناء الاحساس بما سوى الله عز وجل عند غلبات الحقيقة. وبعد هذا حالة عزيزة يسميها القوم الفرق الثاني. وبعد الغياب ده التام ده يرد الى حاله للقيام باداء حقوق العبودية، بل في هذه الحالة يأتي بالقيام باداء حقوق العبودية بالله لا بنفسه، فبدأ بنفسه اولا فارقا، ثم تدرج فصار جامعا، ثم تدرج فكان جامع الجمع، ثم غاب بالكلية عن الاحساس، فغاب في الانوار، فعاد منها بكسوة الانوار مغتسلا من اثار الاغيار، متقربا الى الله بالله. فبدأ بنفسه الى الله عابدا، ثم صار بعد ذلك عابدا لله وبالله. فهمت المسألة؟ فده اسمه الفرق الثاني، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الكمل من الاولياء المربين الموصلين. لكن الغياب بالكلية اللي هو جمع الجمع ده حال بعض المجاذيب اللي هم ينجذبون انجذابا فيغيبون حتى عن الحس، فقد يسقط عنهم التكليف بسبب غيابه. غيبوبة، واحد في غيبوبة، هتقول له طب ما بتصليش ليه؟ ده بغيبوبة، ده مش حاس بنفسه. فهمت؟ ولي صحيح لكن لا يقتدى به، ده غايب. طب انت روح لواحد في غيبوبة ونايم كده، لا بيتحرك ولا بيحس ولا بياكل ولا بيشرب، وقول انا هعمل زيه، هتموت يا مسكين، هتموت، هتقتدي بيه ازاي؟ ده لا يقتدى به وهو في حال الغياب. واضح؟ الكمال بقى ان ربنا يرده تاني، لكن بكسوة الانوار، بعد الاغتسال من اثار الاغيار، فيبدأ فاعلا ناظر لنفسه انه عابدا، وينتهي بعد ذلك بأن الله عبد نفسه على جوارحه، فما هو إلا آلة فاعلة لإرادة الله، فهو يفعل بالله للقيام بأداء حقوق العبودية. فهمت إزاي؟ ده بقى إيه؟ بيقول لك حالة عزيزة، عزيزة يعني مش كل الأولياء بيقدروا يوصلوا لها، مش كل واحد يوصل لها، دي عايزة توفيق من الله عز وجل. الفرق الثاني وهو أن يرد العبد إلى الصح عند اوقات اداء الفرائض. في ناس كده لما يجي فرض ربنا يفوق يأديه، حصل مخالفة يبقى الفرض هنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبتدي يأمر وين، وبعدين يجي اذان وقت صلاة يجي يقوم يصلي، يبقى منتبه، يقوم يتوضى ويصلي وكل حاجة ويؤم الناس ويقرأ القرآن، تمام. يجي وقت طلب انه يوصل الناس العلم ويعلمهم، يبقى قاعد بيعلم الناس، يخلص ده كله تلاقيه في كمال الغياب. يجي وقت الجهاد تلاقيه في كمال الجهاد مع العدو، يغيب ده كله يبقى في كمال. الصحابة كانوا كده، الصحابة كثير منهم وصل لهذا الحال، رهبان بالليل فرسان بالنهار، كان بعضهم كان يفضل يصلي لدرجة يجيله السهم يخش فيه وهو جوه الصلاة، من حلاوة الصلاة ما يتألمش من السهم، بل يستمر في صلاته مع السهم وهو في جسم. قرينا كده في احوال الصحابة، لما تعرف حياة الصحابة، لكن هم لم يعبروا عن هذه المقامات لانهم كانوا يعيشونها ولا يعبرون عنها. التعبير عنها بعد كده ب300 سنة لما بدأوا الناس خافوا لحسن بسبب انكباب الناس في الشهوات، ما يعرفوش يحصروا هذه المعاني اللي عاشها الصحابة، فيبقى خدوا من الدين الرسوم فقط، فبدأوا العلماء الاجلاء يحصروا لنا هذه الاحوال النفسية
التي يمر بها العبد مترقيا في معرفته بالله وبأنسه بالله، فبدأوا يحصروا هذا كله، لكن الصحابة عاشوها ولم يعبروا عنها. ليه؟ لغيابهم وانحياشهم بالكلية في هذا الأمر، ولعدم فراغهم للتعبير عنها بسبب انشغالهم بالجهاد وتثبيت أركان الإسلام والجهاد في سبيل الله. وعشان كده أعداهم نفسهم قالوا عليهم كده، قالوا رهبان بالليل فرسان بالنهار، هم الصحابة كانوا كده. فكان يجي لهم الفرق الثاني في العبادة، ينسى نفسه بالكلية، لدرجة واحد منهم يقول لهم اقطعوا رجلي وانا ساجد، يقطعوا رجلي. بتقرا انت الحاجات دي تفتكر انها خيالات، لا دي واقع حصلت وشافوها ناس بعينيهم. وهو ان يرد العبد الى الصحو عند اوقات اداء الفرائض. ما تجيش في بالك الفرائض اللي هي الصلاة بس، زي ما قلت لك الامر بالمعروف فرائض، النهي عن المنكر فرائض، الزكاة اعطاء الزكاة فرائض، القيام باداء حقوق المسلمين وحقوق الجار وصلة الارحام وتربية الاولاد والزواج وعمارة الارض، كل هذا فرائض كان ربنا يردهم ليه يعملوها. وبعدين في وقت العبادة بعد ما يفضى من هذا كله تجد هو في مقام جمع الجمع، تجد هو لما يخلو مع الله ذاكرا لو ناديته ما يردش عليك، لكن اول ما يجي وقت بقى حي على الجهاد، حي على الصلاة، حي على الصيام، حي على الزكاة، حي على بناء البلدان، حي على الدفاع عن بيضة الإسلام، يهب معك في كمال قواه وقوته. يبقى هو يتحرك بالله بقى، مش بنفسه ولا بشهوته. وهو أن يرد العبد إلى الصحو عند أوقات أداء الفرائض ليجري عليه القيام بالفرائض في أوقاتها، فيكون رجوعا لله بالله تعالى لا للعبد بالعبد. فالعبد يطالع نفسه في هذه الحالة في تصريف الحق سبحانه، كأنه هو روحه بقت بره جسمه، وبتشوف جسمه ده ما هي إلا آلة في الأكوان يستعملها الله لتثبيت أركان دينه أو يفعل فيها ما يشاء، فهو لا يعترض. انت الوقت لما تبص تلاقي واحد جارر دابة وهيذبحها، انت بتزعل ليه يعني؟ ما ربنا كتب عليها الذبح، هتتألم؟ مش هتتألم ولا حاجة. ليه؟ لان انت خارج عن هذا الجسم. هو بقى مع نفسه ذبح نفسه بالكلية من زمان، من زمان بقى في الرياضة اللي بدأها الاول في السلوك، فينظر لجسمه روحه تبقى كأنها خارج جسمه كده وهي داخله، بس عجيبة، ما الروح دي لها اصلها طوالع ومطالع، فتلاقيها نظرة للجسم وهي جوه الجسم، هي نظرة للجسم وهي جوه الجسم، هي كده حال عزيز. فيستشعر نفسه انه ما هو الا آلة من الآلات التي يستعملها الله فيما شاء، فليس له اختيار بالكلية في الحقيقة، ولكن له اختيار في الظاهر بالشريعة. واضح؟ فالعبد يطالع نفسه في هذه الحالة في تصريف الحق سبحانه، يشهد مبدئ ذاته وعينه بقدرته ومجري أفعالي وأحوالي عليه بعلمه ومشيئته. وأشار بعضهم بلفظ الجمع والفرق إلى تصريف الحق جميع الخلق، فجمع الكل في التقليب والتصريف، جمع الكل سبحانه وتعالى في التقليب والتصريف، من حيث أنه منشئ ذواتهم ومجري صفاتهم، ثم فرقهم في التنويع، ففريقا أسعدهم وفريقا أبعدهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، مش كده برضو، وفريقا أبعدهم وأشقاهم، وفريقا هداهم يعني دلهم إليه، وفريقا أضلهم وأعماهم بحكم مشيئته الأولى، وفريقا حجبهم عنه، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون في الدنيا وفي الآخرة، كما كانوا محجوبون في الدنيا هم في الآخرة أيضا محجوبون، وفريقا جذبهم إليه أي بغير جهد منه لكمال منته وكرمه، وفريقا آنسهم بوصله، وفريقا آيسهم من رحمته بزعامة إبليس، وفريقا أكرمهم بتوفيقه، هم أهل الطاعة وأهل الجنة بدرجاتهم المتفاوتة، وفريقا استلمهم عند رومهم لتحقيقه، وفريقا استلمهم يعني افناهم بالكلية
أي صاروا متولهين بالكلية، والهين حتى عن أنفسهم، سكارة زي السكران اللي مش دريان بحاجة، حتى عن نفسه، حتى عن نفسه تضربه يبتسم، حاجة غريبة، لأنه مش دريان حتى بنفسه. يعني تضربه الأقدار، مش أنت اللي تضربه. فهمت ازاي؟ الأقدار تضرب فيه، فأنت شايف إن في نوع من القسوة، لكن هو شايف إنها ولا قسوة ولا حاجة، ده عادي. ده عادي خالص، إيه المشكلة؟ العوام يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. فهو يرى المحن كأنها جاءت من الحبيب في حلاوة الزبيب، من كمال الرضا والتسليم. وفريقا استلمهم عند رومهم لتحقيقه، وفريقا أصحاهم. وناس تانيين ربنا أصحاهم، يعني جعلهم بعدما غيبهم آنسهم، فلما آنسهم أصحاهم. أصحاهم أي نبههم، نبههم للقيام بأداء حقوق العبودية وحقوق العباد، فإن لك حقوقا علي فيما بيني وبينك، وحقوقا فيما بيني وبين خلقك. فأصحاهم لأداء هذه الحقوق. وفريقا محاهم وفريقا قربهم. محاهم يعني فناهم بالكلية، فناهم بالكلية حتى عن رؤية الصفات، حتى عن رؤية الأفعال، ففناهم بالكلية ومحاهم بالكلية، فصاروا في مقام الأحدية، فلا يروا إلا الله. وده زي ما قلت لك سيدنا بلال مر بيه في فترة تعذيبه، لأن كاد ينتقل الإنسان من مقام إلى مقام، ثم رده بعد التعذيب إلى مقام الفرق بعد الجمع للقيام بأداء حقوق العبودية. فكان لما يمر عليه حتى سيدنا رسول الله وهو بيعذب ما كانش يدرى ان النبي عدى عليه، هو قال يقول احد 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 احد، مش دريان حر من برد، بيعملوا ايه فيه، بيجروه ازاي، هو خلاص واخد بالك. محاهم بالكلية فصار في مقام الاحدية، فصار يترنم بمقامه قائلا احد احد. فمر الصحابة بمثل هذه الاشياء ايضا. وفريقا غيبهم، غيبهم عن انفسهم عما سوى الله، غيبهم عن كل شيء، عن الاكوان بالكلية، فهو نوع من الفناء ممكن، فالغيب عدم الشعور بالخلق. والغيب اما يبقى سكران او صاحي او مصطلم هيمان، دي الغيب. والسكران لا يضبط حركاته، والصاحي يضبط حركاته باختياره وان كان الفاعل هو الله، مش كده برضو؟ والمصطلم اللي هو لا دريان لا كده ولا كده. وفريقا غيبهم وفريقا ادناهم واحضرهم. والحضور شهود الخلق بالحق، ده احضرهم بقى اللي هي الحضرة، يسموها الحضرة، شهود الخلق بالحق. طيب والفرق، الفرق في الحالة دي هيبقى شهود الحق بالخلق، يبقى ده الفرق. شهود الحق والخلق فرق، والتاني شهود الخلق بالحق، والفناء شهود الخلق الحق بلا خلق، ده الفناء، شهود الحق بلا خلق، واضح؟ ده الفناء بالكلية. لدرجة ان بعض الناس تكلموا في هذا المقام فأوذوا إيذاء شديد، قال سبحاني ما اعظم شاني، ما في الجبة الا الله. الله، ده الراجل اتجنن، ايه ده، ده قلب الحلول، هو مش دريان اصلا، انت بتكلم واحد مش دريان، درجة هما بيجروه علشان يقتلوه كان بيبتسم، يربطوا ايديه علشان هيتباع يديلهم ايديه، ولو جد البنا وقفت على ايد واحد هيقتله ينشها من على وشه كمان، كأنه مش دريان. هما بيعملوا في ايه؟ لانه كان في مقام الفناء الكلب، وعلشان كده الادب في هذا المقام الا يتكلم، فان تكلم ابيح دمه، لأنه بيتكلم على لسان الحق مش على لسان الخلق، بيتكلم على لسان الحق، فكأنه بيتكلم ان ربنا اللي بيتكلم، لأنه لا يرى خلق أصلا،
هو فنى عن الخلق بالكلية. واضح؟ وده مقام بيصل بعض الاولياء، وهذا المقام ليس فيه كمال كافي لفتنة الناس به، الناس تفتن به وتعمل مشاكل. وعشان كده اللي اعترض على التصوف مسك لك الكلام ده ويكتبوا لك في الكتب، شوف المتصوف بيقولوا ايه، اصله مش فاهم، مش فاهم ان هي مسائل مقامات بتستغرق النفس لدرجة ان ممكن تستغرق النفس بالكلية. هو السكران لما يقول حاجة وبيخطرف كده وبيهلنم ويقول انا جدع، يبقى جدع ولا جدع ولا حاجة؟ ده انت يمكن لو عطست قدامه يقع، ده واد زي البوصة كده، ولا انا جدع انا كسر الدنيا، هو مكسر مش دريان. فلما تيجي تشوفه بيقول كده، قوله سيبه يا عم، وانت هتاخد على كلام واحد سكران؟ فهمت ازاي؟ مش ده اللي بيحصل؟ او ده بقى بس سكران، بس مش بخمر الدنيا، بخمر الحضرة التي خمرت عقله بالكلية فصار سكرانا ثانيا. فهمت ازاي؟ فلا يثبت حركاته ولا يثبت اقواله ولا يثبت افعاله. فايه، نسلم له ونسيبه وما ناخدش كلامه، ايه، نفليه وندور ان يلزم منه الحلول ويلزم منه، يلزم هو ضابط كلامه، ده راجل بيخطرف. فهمت ازاي؟ فعلماء الشريعة قاعد يمسكوا كلامه ويقول لك يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، اقتلوه. الله، طب اقتلوه، طب ما انتوا ريحتوه كده، ده انتوا كده اثرتوا عليه الطريق، ريحتوه من ايه، من معاناة الدنيا، كأن ربنا اراد له الشهادة، بس يسموه شهيد الحضرة. فهمت ازاي؟ بس فهو ناج في الاخرة، لكن حكمه بالشرع يقتل، خلاص يقتل ما يجراش حاجة، مش مشكلة. وفريقا ادناهم واحضرهم ثم اسقاهم فاشكرهم، وفريقا اشقاهم واخرهم ثم اقصاهم وهجرهم. كل ده انواع، وانواع افعاله لا أشقاهم وأخرهم ثم أقصاهم وهجرهم. كل ده أنواع، وأنواع أفعاله لا يحيط بها حصر. أنواع أفعاله في عباده كل يوم هو في شأن، ويوم هنا يعني لحظة، كل لحظة في شأن من شؤون عبادي، يخفض أقوام يرفع آخرين، يضل أقوام يهدي آخرين، يوصل أقوام يبعد آخرين، وهكذا يميت أقوام يحيي آخرين. ولا يأتي على تفصيلها شرح ولا ذكر. وأنشدوا للجنيد رحمه الله في معنى الجمع والتفرقة، وتحققتك في سري فناجاك لساني، فاجتمعنا لمعاني وافترقنا لمعاني. وتحققتك في سري ده جمع، فناجاك لساني فرق، فاجتمعنا لمعاني أي الربوبية اللي هي الحقيقة، وافترقنا لمعاني العبودية الشريعة. هناك فارق بين المخلوق والخالق. إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني، فقد سيرك الوجد من الأحشاء داني. شفت الجمال؟ يبقى سيدنا الجنيد ده أصله مر بمراحل كمالات عجيبة. إن يكن غيبك التعظيم أي الإجلال عن لحظ عياني، يعني لا أراك بالعين المجردة بالمادة، فقد سيرك الوجد من الأحشاء داني، هو أقرب إلي من حبل الوريد. وأنشدوا إذا ما بدا لي تعاظمته، إذا ما بدا لي يعني إذا ما ظهر لي الحق، أنوار الحق، أنوار الوصول، تعاظمته أي أجللته سبحانه، فأصدر في حال من لم يرد. يرجع كأنه لسه مشربش، يرجع عطشان، لانه ايه، اذا ذاق يشتاق، واذا اشتاق شرب، واذا شرب ولم يرتوي يرجع عطشان. يقول فاصدر في حال من لم يرد. جمعت وفرقت عني به، جمعت وفرقت عني يعني عن نفسي به اي بالله، ففرض التواصل مثنى العدد، ففرض التواصل
مثنى العدد يعني خالق ومخلوق، عابد ومعبود، رب ومربوب، حق وشريعة، مش كده برضو اللي هي الايه؟ ومن ذلك الفناء والبقاء. تعبتوا؟ احنا النهارده اخر يوم وهناخد اجازه رمضان، كل عام وانتم بخير. ناخد الفناء والبقاء. ومن ذلك الفناء والبقاء، خد بالك ان في الشرح بتلاقي الامور متداخله. يعني لما تيجي للجمع فيها نوع فناء، مش كده؟ والتفرقه فيها نوع بقاء، فهتلاقي الامور كلها متداخله. ليه؟ لانها هذه المعاني كلها متداخله، فلازم لما تيجي تعبر عنها يحصل نوع من التداخل. اشار القوم بالفناء الى سقوط الاوصاف المذمومه، يبقى قد يكون الفناء بالتخلي عن الاوصاف المذمومه، اي فناء الاوصاف المذمومه في البشريه، وهذا هو ادنى الفناء التخلي، والبقاء هو التحلي بما يحبه الشرع من آداب وأوامر، يعني قيام الأوصاف المحمودة، على اعتبار أن النفس وعاء تخليها ثم تحليها، لأن ما ينفعش تحليها وهي فيها، لازم تفضيها الأول. أنت عندك إناء فيه حاجة عايز تحط فيها نوع تاني، ينفع تحط النوع التاني عليه؟ يبقى لازم تفضيه الاول وبعدين تحط النوع الثاني، يبقى تخلي فتحلي. اشار القوم بالفناء الى سقوط الاوصاف المذمومه، واشاروا بالبقاء الى قيام الاوصاف المحموده به. واذا كان العبد لا يخلو عن احد هذين القسمين، فمن المعلوم انه اذا لم يكن احد القسمين كان القسم الاخر لا محاله. فمن فني عن اوصافه المذمومه ظهرت عليه الصفات المحمودة، ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات المحمودة. واعلم ان الذي يتصف به العبد افعال واخلاق واحوال، يبقى العبد عشان توصفه هتوصفه من خلال افعاله او اخلاقه او احواله. فالافعال تصرفات باختياره، وعشان كده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ففيها نوع الاختيار، عشان كده محل السؤال. فالافعال تصرفاته باختياره، والاخلاق جبلة فيه، ربنا بيبقى خالق واحد كده عنده حلم، واحد تاني غضوب، واحد تاني صبور، واحد تاني متسرع، واحد تاني عنده نوع من الذكاء والفطنة، واحد تاني عنده نوع من قوة الاحتمال، فكلها اخلاق، دي كلها تلاقيها وهبية يعني مخلوقة جبلة فيه. لكن العجيب ان الاخلاق دي بدايتها جبلة، لكن مع المجاهدة ممكن تتخلص من المذموم فيها وتقوي المحمود منه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، يعني ممكن انت كنت تكتسبها وان كان بدايتها وهبية، لكن ممكن تكتسبها. والاخلاق جبلة فيه، ولكن تتغير بمعالجته على مستمر العادة، يعني بالرياضات المختلفة بقى للتخلص من ايه؟ من الاخلاق الذميمة، من عدم الرضا، من عدم الصبر، من الحقد، من الحسد، من حب الظهور، من حب الدنيا، حب الجاه، حب المال، كل هذه الاشياء. يبقى يتخلص منها برياضة نفسه، اي ترويض نفسه. والاحوال ترد على العبد على وجه الابتداء، زي ما قلنا لك الاحوال ايه بتبقى وهبية، تيجي كده فجأة، حتى انت ساعات تقول ايه سبحان مغير الاحوال، فالاحوال تأتي من الله مش كده، لكن صفاؤها بعد ذكاء الاعمال. يجي لك الحال من الله وهبا، لكن يبقى لسه متعكر بسبب عكارة نفسك، تقوم انت تبتدي تزكي اعمالك بالاخلاص، بالمواظبة، بالصدق، بالطاعة، بكثرة الذكر، يوم يصفو لك الحال، يبقى صافي بقى، يجي لك الحال من الله لبن حليب كده، لكن يختلط بشوائب نفسك، يبقى لبن ايه مغشوش، هو كان لبن صافي انت اللي خلطته بشوائب نفسك. تبتدي بقى تزكي هذه الشوائب بمخالفة النفس، بالذكر، بالطاعة،
بمجاهدات النفس فيصفو لك الحال، واخد بالك؟ يبقى في برضو نوع كسب مع الاحوال لتصفيتها، لا لاجتلابها ولكن لتصفيتها. وكذلك في نوع كسب مع الاخلاق بتنمية الطيب فيها وبالتخلص من الذميم منه، يبقى في نوع كسب وان كان هي بدايتها وهم. اما الافعال فهي تصرفات بالاختيار من الاصل، فهي منسوبة الى العبد كسبا من الاول. وان كان في الحقيقة بقى من حيث مقام الجمع فالفاعل هو الله في كله، والموفق هو الله، وما توفيقي الا بالله. خدت بالك؟ فهي كالاخلاق من هذا الوجه، يعني الاحوال كالاخلاق من هذا الوجه، ان هي تحتاج لنوع رياضة لتصفيتها. لان العبد اذا نازل الاخلاق بقلبه فينفي بجهده سفسافها، اللي هي سفاسف الاخلاق، من الله عليه بتحسين اخلاقه، فكذلك اذا واظب على تزكية اعماله بالصدق والاخلاص والمواظبة والاحسان والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم سنة والبعد عن البدعة وغير ذلك، دي كلها تصفية للاعمال. ببذل وسعه من الله عليه بتصفية احواله، بل بتوفية احواله، مش يصفي احواله بس، لا، يوفيك من اجره. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، هذه التوفية، يوفي اجره سبحانه وتعالى. فمن ترك مذموم افعاله بلسان الشريعة يقال انه فني عن شهواته، فاذا فني عن شهواته بقي بنيته واخلاصه في عبوديته. يبقى اللي يفنى، فمن ترك مذموم افعاله اللي يتخلى يعني، يبقى فني عن شهواته اللي هي التي تحول بينه وبين التقرب الى الله. فاذا فني عن شهواته بقي بنيته واخلاصه في عبوديته. ان لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. ومن زهد في دنياه بقلبه، دنياه يعني برضو ايه؟ رغباتي، هي دي زهد فيها يعني. ومن زهد في دنياه بقلبه يقال فني عن رغبته، فاذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق انابته اللي اوبته الى الله عز وجل مراعاة لجلال الله حياء من فالانابة و في انابة وفي توبة وفي ايه وفي اوبة، الاوبة والانابة حياء مع مراعاة العظمة، والتوبة هي ندم على فعل الايه المخالفة. فالكل فيه العود، لكن التائب عائد الى الله ندمان من التقصير، والاواب والمنيب عائد الى الله بنظر الحياء من الله ان يعصى بما انعم الله عليه، او يقصر في شكر نعمه عليه، او لغلبة جلال الله على قلبه، لانه ان لم يكن مأمورا بالعبادة فالله اهلا ان يعبد. ومن عالج اخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر، كل دي ايه اللي هي الاخلاق الذميمة او مثال، وامثال هذا من رعونات النفس يقال فني عن سوء الخلق. فاذا فني عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق، والفتوة هي بذل الذي تحتاجه نفسك للغير دون اظهار المنة، دي الايه الفتوة، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، هي دي الفتوة. لكن لما تؤثر غيرك وانت عندك ما تحتاجه، دي مش فتوة ولا حاجة، دي عادي، طب ما انت عندك الزيادة. لكن القوة ان ما يبقاش عندك الا ده وانت محتاجه، ويجي حد محتاجه تروح مديهوله، وتقعد انت تترك حاجتك لله، دي بقى الفتوة. ده اللي فعلها مين؟ الانصار. الانصار كانوا في مقام الفتوة ومقام الصدق، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فمقام الفتوة يقتضي الفلاح. طب ومقام التضحية بمرادات النفس يقتضي الصدق. الذين هاجروا
مش ربنا وصفهم للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، اللي هم بحوا بقى اولئك ايه؟ الصادقون. يبقى كان المهاجرين في مقام الصدق والانصار في مقام الفتوة المؤدي الى الفلاح. فالصدق يقتضي التضحية والفلاح يقتضي الايثار. كل ده موجود في القرآن اشارات للي يفهم، لكن في ناس محجوب تيجي تقول له كلام تقول له يقول لك هات لي الدليل. دليل ايه؟ ما انت بتقرا طول النهار القرآن، انت اللي مش واخد بالك. انت بتقراه لا يتجاوز ترقيق. احنا نعمل ايه؟ ندعي لك ربك يعلمك، ندعي لك ربك يفهمك، ندعي لك ربك ينزع الاعتراض من قلبك عما لا تدركه عقلك، حتى لا تحرم على الاقل من التسليم لأهل التسليم. فإذا فني عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق. فهنا جاب لك الفتوة عشان يبين لك الأنصار، والصدق يبين لك الصحابة، يبقى هم دول هو ده الكمال، لأن الكمال كان في صحابة النبي. إشارة إليه. ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكام يقال فني عن حسبان الحسبان من الخلق. يا سلام. يعني اللي بيرى الامداد وهو نازل من الله الى الخلق فلا يرى لهم فعل، بل يرى نعمة الامداد نازلة، فكأنه حجب عن الايه؟ عن الاحداث التي تظهر بعد الامداد، فنظر الى الامداد فقط فانبهر بالنعمة. واضح؟ فكأنه فنى عن الحسان، يعني فنى عن اثارها، بل نظر اليها انها جاءت من المنعم ولم ينظر الى اثرها. فهمت ازاي؟ دي كلها برضو وجهات نظر. في ولي ينظر لاثرها، ولي تاني ينظر للامداد، ولي تاني ينظر للممد. كلها درجات، كل واحد على حسب نظره، وكل واحد على حسب نظره ومقامه بيتكلم. فلما بيتكلم كل له شرب. فهمت ازاي؟ حسب مشربه. يقول لك اصل كل الاولياء كل واحد يقول لك كلام شكلي، يا عم ما انزل الله به من سلطان. يا سيدي انت يعرفك، يعرفك ده هو بيقول مواجيد نفسه، انت ما جربتش اصلا، انت لسه غلبان، ما روحتش، ما شفتش حاجة. ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الاحكام يقال فني عن حسبان الحسبان من الخلق. فاذا فني عن توهم الاثار من الاغيار بقي بصفات الحق، اللي هي اثار ايه؟ الصفات هي الافعال، مش اثار الصفة هي الفعل. طيب يفنى عن اثار الصفة اللي هي الفعل، فينبهر بالصفة وهي القدرة، الارادة، القهر، الرحمة، الود، الكرم، الجود، العفو، الحلم. يوم ايه؟ يبقى تدرج لمسألة اخرى، فيبقى بصفات الحق. ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الاغيار لا عينا ولا اثرا ولا رسما ولا طللا، يا يقال انه فني عن الخلق وبقي بالحق مقام الاحدية. سيدنا ابي ذر الهروي في كتاب منازل السالكين قسم الفناء لثلاثة. قال هو فناء عن العلم عينا، وفناء عن العين جحودا، وفناء عن ايه؟ عما سوى المعلوم. ثلاث درجات. مش ربك بيقول علم اليقين؟ ده حال اهل الشريعة، علم يقين. طب ما في بقى عين يقين. العلم ده دليل، مش كده؟ العلم دليل. فاذا تدرج من الدليل الى العيان صار عين يقين، محتاج بقى لدليل؟ انت الوقت بقيت في الازهر هنا وشايف الشيخ قدامك، محتاج لدليل ان الشيخ موجود؟ لكن وانت واقف برا تسأل الشيخ موجود جوه ولا لا؟ واحد يقول لك طب امارة ايه؟ يقول له اصل العربية بتاعته انا شايفها برا. يبقى محتاج دليل. العربية، العربية ده دليل، لكن اللي شاف العربية شاف الشيخ. فهمت؟ يبقى في حاجة اسمها علم يقين وفي حاجة اسمها عين يقين.
اللي يفنى من العلم بقى الى العين. فهمت ازاي؟ دي اول درجة. يبقى بقى عين يقين، مش عين يقين وبس، يقوم يبتدي بقى يخش في درجة فناء تانية، انه يرى انه لا يرى. حق ده ولا علم يا جماعة؟ ويبتدي بقى ايه، يبقى احنا مش ناس لحد درجة ساعات يقول لك اقرصوني يا جماعة انا نايم، صح؟ يسموه الجحود. يبتدي يجحد انه بقى اللي شايفه ده معقول انه وصل للمقام ده انه يعين هذا، فيجحد ما وصل اليه استعظاما للنعمة التي هو فيها. يسموه فناء جحود، مش جحود عما فتح عليه، بل جحود انه بقى معقول ده. فهمت ازاي؟ ده يسموه فناء تاني. اذا فنى بقى بالكلية وتحقق وصحي وفاق كده وعرف انه تمام بقى في حق اليقين، فلا يرى الا الحق بقى خلاص. فهمت ازاي؟ يبقى ده الفناء الثالث. واضح؟ قسمه كده سيدنا ابو الزهر الهروي، هنا بيتكلم على القسم الثالث لسيدنا ابو الزهر الهروي في كتابه منازل السلك، اللي هو ايه؟ ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الاغيار لا عينا ولا اثرا ولا رسما ولا طللا يقال انه فني عن الخلق وبقي بالحق. الاول فناء العالم، العالم اللي هو ايه؟ العالم لما يبتدي يفنى عن علمه يبقى يدوب في الدرجة الاولانية بقى بالسلوك، والسالك يفنى عن سلوكه يبقى في الدرجة الثانية، والواصل يفنى عن وصوله يبقى في الدرجة الثالثة المتمكن. واضح؟ فيبقى الأول فناء العالم، العالمين، والثاني فناء السالكين وأصحاب الأحوال، والثالث فناء العارفين. واضح؟ يبقى هي دي الثلاث تقسيمات. ففناء العبد عن افعاله الذميمة واحواله الخسيسة بعدم هذه الافعال بالسلب بقى، يبقى في فناء بالسلب، اي يفنى عن فعل كل ما يحجبه عن الله عز وجل، يبتعد اولا عن الحرام فيتدرج بعد ذلك بترك المكروه، ثم يتدرج بذلك بترك ما هو خلاف الاولى، ثم يتدرج بعد ذلك بترك ما هو خلاف الادب، ثم يتدرج بعد ذلك بترك ما يلهي حتى من المباح على الوصول الى الله. يبقى كل دي فناء ورا فناء ورا فناء ورا فناء بالسلب، بالتخلي بالتخلي، وكلما زاد التخلي زاد التحلي. يبقى كلما زاد الفناء زاد البقاء. فهمت ازاي؟ وفناؤه عن نفسي وعن الخلق بزوال احساسه بنفسي وبهم، فاذا فني عن الافعال والاخلاق والاحوال فلا يجوز ان يكون ما فني عنه من ذلك موجودا. يبقى كأنه خلاص بقى ما بقاش له وجود البشرية، بل اصبح مغطى بوجود الربابية، فبيسمع بيبصر كن فيكون، اهل تصريف. يقول لك ده ولي من اهل التصريف. يعني ايه من اهل التصريف؟ اذا اقسم على الله لا بر، لهم ما يشاؤون عند ربي. واضح؟ ادي معنى. واذا قيل فني عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة والخلق موجودون، ولكنه لا علم له بهم ولا به. اصل مهم، لان لو قلنا فني تماما فينكر وجود الوجود بقى سوفسطائي، واحنا السوفسطائي عندنا ضلالية. واذا اثبت لنفسه الوجود بكمال الاستقلال بقى وجودي دهري. انما الامان ان ينفي عن نفسه الوجود الذاتي فلا يكون دهري، ويثبت لنفسه الوجود بالله فلا يكون سوفسطاء. فهمت؟ فرق كبير. لان ساعات ناس تيجي تقرا في التصوف وهم مش فاهمين، لانه مش متذوق، لانه مش سالك،
اصل يرى تصور ثقافة يضل يروح في داهية، هي مش ثقافة. يجي يقرأ كده يقول الله الله ايه ده سوفسطائية. السوفسطائية مش كده، السوفسطائية ضلالية. السوفسطائية دول قالوا اصلا دي اوهام لا وجود اصلا لاي شيء، دي كلها اوهام نفوا الوجود من الاصل. فهمت ازاي؟ وجود الاكوان حتى قالوا دي اوهام، الكل متوهم. ده انت متوهم ان انت موجود اصلا، ووجودك ده بيوهم لك انك انت قدامك عمود، وبيوهم لك كمان ان في واحد قاعد قدامك، ومفيش حد قدامك، مفيش حد، لا انت موجود ولا ده موجود ولا ده موجود ولا هو ده موجود، دي كلها مجموعة اوهام. ادي السوفسطائية. لما انتشر هذا الفكر في اليونان حصل يعني انهارت الحضارة اليونانية كلها بعد ما كان ليهم حضارة. لكن شوف بقى علشان يرد عليهم سيدي احمد دردير في كتاب الخريدة الباقي يقول ايه؟ واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر. هذا وهذا يدل على ان هناك وجود، اسم اشارة. يرد بهذا، دي رد على السوفسطائي. شفت بقى؟ رد على السوفسطائي بلفظ واحد، لان هم اصلهم منطقية. يترد عليهم دول شلوت يديك يجروا، فدربهم شلوت ازاي؟ بهذا. خدت بالك؟ رد على السوفسطائي بهذا، لان هذا اسم اشارة لموجود، فأثبت الوجود للأكوان، ولكن قال حادث مفتقر، ثم نفى الوجود الذاتي لها، فقال أنها موجودة بالواجد. هو ده مذهب أهل السنة، فلا بقى وجودي ولا بقى سوفسطائي. واضح الكلام؟ وإذا قيل فني عن نفسي وعن الخلق فنفي موجودة، فنفسه موجودة والخلق موجودون، ولكنه لا علم له بهم ولا به، ولا إحساس ولا خبر. فتكون نفسه موجودة والخلق موجودين، ولكنه هنا الفناء هنا غفلته بس، مش انه هو مش موجود بقى الخلق، لا موجود الخلق. فهمت ازاي؟ لكن الخلق موجود بذاته ولا موجود بايه؟ بالواجب. يسموه واجب الوجود لغيره، فالاكوان واجب الوجود لغيره، فاصلها ممكنة. فلما تعلقت الارادة بهذا الامكان فذهبت الى القدرة فخصصتها، فظهرت الاكوان بقى لها وجود، لا بذاتها ولكن بموجدها. واضح؟ ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق اجمعين، غير محس بنفسه وبالخلق. يبقى هو اللي مش حاسس، لكن الخلق موجودين، لكن مش حاسس بنفسه، مش حاسس بشهوة نفسه، مش حاسس بنقص نفسه، مش حاسس بان هناك فاعل مع الله. لا، ده هو نظر بقى بعين الحقيقة انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان هناك فاعل واحد، خالق واحد، لا اثنينية ولا تعدد في الاكوان. وقد ترى الرجل يدخل على ذي سلطان، هيديك امثلة بقى حسية لو انت مش فاهم يعني ايه ان الحاجات دي تبقى موجودة وهو مش حاسس بيها. ان هو يفنى في الله في الحق ويغيب عن حسه، حتى عن نفسه، حتى عن الاكوان يغيب. يقول لك ده ما في الواقع ده حصل، بيدي لك امثله بقى واقعيه حصلت من القران ومن الواقع. يعني الاول جاب لك ايه؟ الدليل العقلي، وبعدين عايز يجيب لك بقى من الواقع المعاش، عشان تعرف ان في هذا الناس بتعيش هذا الواقع معاش. بيقول وقد ترى الرجل يدخل على ذي سلطان او محتشم فيذهل عن نفسه وعن اهل مجلسه هيبه، وربما يذهل عن ذلك المحتشم نفسه، حتى إذا سئل بعد خروجي من عنده عن أهل مجلسه وهيئات ذات ذلك الصدر والرجل اللي هو إيه أهل الهيئة ده وهيئات نفسه، لم يمكنه الإخبار عن شيء. لما واحد هيقول له تعالى هندخلك عند الملك فلان الفلاني، وهو راجل بسيط يا دوب، هو يعني أقصى حاجة يعني ساعي عند مثلا موظف صغير، فجأة قالوا له يعني هندخلك عند حسني مبارك، ده هو أقصى مكان يتمناه يدخل عند المدير العام. ده المدير العام ده يمكن ما يعرفش حتى شكل السكرتيرة بتاعته. فهمت ازاي؟ قالوا له لا، ده حسني مبارك عايزك. حسني مبارك عايزني يبص لهدومه كده وأنا قابله؟ لا، جزمته مقطوعة. بقى معقول عايزني أروح قابله ازاي ده؟ يقول له عايزك دلوقتي. طب أروح أغير، ما فيش غيار هدوم، تعال. ياخدوه من الدار للنار. يدخل حسني مبارك قاعد وحواليه بقى الوزراء وبتاع، والراجل الساعي الغلبان ده داخل
منبهر مخطوف، خلوه في عربية الرئاسة وركبوه عربية عمر ما جده ركبها، واخد بالك؟ قاعد منبهر بالعربية والسواق والدنيا. وبعدين دخل وخرج قال لك ايه شفت ايه كان لابس ايه، والله ما دريان وانا كنت دريان بنفسي. مش ده ممكن يحصل في الواقع؟ امال انت ليه مستعجب بقى في حضرة الله عز وجل؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. عشان كده اللي بيكذب بهذه المقامات ما قدر الله حق قدره، لان ده بيحصل كده في بعض عظماء الدنيا وهم خلق مخلوقون عبيد ما يملكوش شيء. وعشان كده احد الملوك الكبار في عصر من العصور قابل احد الصالحين الاولياء بيقول له اطلب اللي انت عايزه اعمله لك. قال له اطلب ايه؟ وانا املك اتنين استعبدوك، ده انا بملك اتنين والاتنين دول انت عبد عندهم، هطلب منك ايه بقى؟ قال له ازاي؟ قال له ملكت شهوتي وغضبي وانت عبد لشهوتك وغضبك. يبقى اطلب منك ايه؟ ده انت غلبان، ده انت عبد، ده انت عبد حقير، انا حر، ده انت اللي تطلب مني. فهمت ازاي؟ ادي المعنى، نحن في لذة اذا عرفها الملوك قاتلونا عليه، ادي المعاني بتاعته. وقال الله تعالى فلما رأيناه، هيجيب لك دليل ايه نقلي بقى في القرآن، فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن، اللي هم النسوة لما شافوا سيدنا يوسف ذهلوا به، فانوا حتى عن انفسهم، فانوا حتى عن احساس القطع في ايديهم. الست دي معروفة ان الستات دول لو لسعت كبريت تصوت تلم عليها الجرين تقوم تقطع ايدها بايدها، ده دليل انه فانوا عن حتى عن احساسهم بانفسهم. فما تستعجبش بقى ان واحد يفنى عن احساسه حتى بنفسه عند الوصول الى الله معرفة واندهاشا ولها. فهمت ازاي؟ ما تستعجبش اذا كان كده مع المخلوق حصل، يبقى هتستعجب مع الله؟ ادي هو كلام الاستاذ عبد الكريم القشيري عايز يقول للناس اللي بتستبعد هذه المقامات، ده ما هي موجوده، ما انت بتقرا القران كل يوم يا اخي. والله لو لم تاتي في القران وقالوا لنا ان الستات قطعوا ايديهم لما شافوا سيدنا يوسف هنقول عليها اسرائيليات، ما تصدقهاش. بقى ده معقول؟ صح ولا لا؟ كنا نقول عليها اسرائيليات ونقول عليها اساطير، لكن لولا انها جت في القران ما صدقناها. ولها واقع في الحس، لها واقع في الحس. الجندي زي ما قلت لك في المعركة بيذهل حتى عن جروح جسمه بسبب ايه؟ القذائف اللي حواليه والانفجارات، وده يموت وده يعمل وبتاع، وبعدين بعد ما تخلص الغارة يبص بجسمه كده يلاقي صباعه ده طاير والحتة دي مقطوعة، ويحط ايده كده يلاقي دم، ويفتكر ان في حاجة سخنة معدية كده يفتكر عرق يحط ايده يلاقيها دم، اتاري مجروح هنا. ما كانش دريان بده كله، ليه؟ ذهل عن هذا كله في وسط ايه؟ وسط غفلة المعركة. فهمت ازاي؟ فالانسان كده بيحصل له هذا، فانت ليه مستعجل؟ فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن، لم يجدنا عند لقاء يوسف عليه السلام على الوهلة الم قطع الايدي وهن اضعف الناس، وقلنا ما هذا بشرا ولقد كان بشرا. ده انكروا الواقع، ده من كتر ذهولهم انكروا الواقع. هو ده الجحود اللي انا قلت لك عليه، فناء الجحود. ما هذا بشر، ربك بيرمز له ثناء الجحود بما هذا بشر وهو بشر، ان هذا الا ملك كريم، اللي هو الغرور بقى، يغتر بمقامه فيدي له حاجة غير مقام نفسه، فيغتر بالوصول عن الموصول اليه فيحجب تاني. فهمت ازاي؟ ولقد كان بشرا وقلنا ان هذا الا ملك كريم ولم يكن ملكا. يبقى انكروا الواقع واثبتوا غير الواقع وزهلوا حتى عن انفسهم، هذا عند لقاء بشر، فما بالك عند لقاء رب البشر؟ ادي المعنى. فهمت؟ فهذا تغافل مخلوق عن احوالي عند لقاء مخلوق، فما ظنك بمن تكاشف بشهود الحق سبحانه؟ فلو تغافل عن احساسي بنفسي وابناء جنسي فاي عجوبة فيه؟ فمن فني عن جهله بقي بعلمه، ومن فني عن شهوته بقي بانابته، ومن فني عن رغبته بقي بزهادته. زي ما قلت لك كلما تفنى الاوصاف المذمومة يحل محلها اوصاف محمودة، فبقدر فنائك عن المذموم بقدر تحليك بالمحمود. فمن فني عن رغبته بقي بزهادته، ومن فقي عن منيته يعني رغبته بقي بارادته تعالى، وكذلك القول في جميع صفاته. فاذا فني العبد عن صفته بما جرى ذكره يرتقي عن ذلك
بفنائه عن رؤية فنائه، يفنى حتى عن رؤية فنائه. وإلى هذا أشار قائلهم: فقوم تاه في أرض بفقر، هي بفقر ولا بقفر؟ أصلا عندي بفقر، هي تنفع الاثنين، لكن هي بقفر أحلى، بس بقفر أحلى، لكن بفقر انت بقى بافتقار تمشي برضو معناه يمشي، لكن أنا بتهيألي هي بقفر أحسن. فقوم تاه في أرض بقفر، وقوم تاه في ميدان حبه، فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا. ثلاث أنواع من الفنائات، ثلاث أقسام: فناء عن الأفعال، والله خلقكم وما تعملون رمز إلي الله بهذه الآية، وفناء عن الصفات، أنه لا قادر إلا الله، لا فاعل إلا الله، لا مريد إلا الله، ورمز إلي الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي بقدرتي. فده فناء صفات. ثم بعد ذلك الفناء الأخير، وهو فناء في الذات: كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو لا نعلم عليه كان، الموجود بحق واجب الوجود بذاته، وكل ما سواه واجب الوجود بغيره، فلولا نعمة الإمداد لفنى كل شيء وصار عدما كما كان. فالموجود بحق هو الله، فكان الله ولم يكن شيئا معه، وده الفناء في الذات. فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا، وأبقوا بالبقاء من قرب ربه، وأبقوا بالبقاء من قرب ربه، يعني ربنا بقى اللي أبقاه، صار باقيا بإبقاء الله له، صار موجودا بإيجاد الله له، فصار ناظرا إلى نعمة الإمداد أنه لا يستغني عنها طرفة عين، لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقي. هي دي بقى نعمة الإبقاء بإبقائه، البقاء بإبقائه سبحانه، اللي هو لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقي. رمز إلى ذلك كله صلى الله عليه وسلم في أدعيته وفي القرآن، ولكن بطريقة لا تعي العقول بها، فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول أفناه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق، ثم أفناه عن صفات الحق بشهود الحق، ثم فناه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق. والله أعلم. ونقف على الغيبة والحضور بعد رمضان إن شاء الله تعالى. لو طلع يوم سبت في أجازة العيد هيبقى برضو أجازة. هو العيد هيطلع يوم ايه تقريبا؟ حد، يبقى كويس، يبقى اول سبت في شوال ان شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز جمع نية قضاء الحاجة مع صلاة التراويح؟ نعم، الحاجة والاستخارة ممكن، وسنة العشاء البعدية ممكن، وسنة الوضوء ممكن، وتحية المسجد ممكن. وما الضابط في جمع النوايا؟ الضابط انك انت لك ان تجمع السنن التي ليست هي سنن مستقلة مع سنة غير مستقلة، مع سنة مستقلة، يعني سنة غير مستقلة مع سنة مستقلة. يعني ايه سنة غير مستقلة؟ تحية المسجد دي سنة مش مستقلة. ليه؟ لان يتأتى تحية المسجد بأي صلاة فيه، مش كده برضو؟ يبقى كأنها سنة مش مستقلة، فيجوز انك تجمعها مع اي صلاة هتصليها جوه المسجد. صلاة الاستخارة الرسول بيقول ايه؟ يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني هي مش مستقلة، يعني اي نافلة ممكن ادخلها فيه. واضح؟ يبقى الحاجات اللي هي ايه سنة غير مستقلة ممكن تدخلها مع سنة مستقلة، زي سنة الظهر البعدية دي سنة مستقلة، سنة الظهر القبلية دي مستقلة لأنها مرتبطة، أو سنة الضحى دي سنة مستقلة، سنة التراويح مستقلة، ليه أدخل فيه؟ أدخل فيه، فهمت إزاي؟ إنما ما ينفعش أدخل سنة صلاة التراويح مثلا مع سنة الظهر البعدية قضاء، عشان أنا وإن كان عندنا بعض الأوجه تجزها في الشفاعي، لكن خروجا من الخلاف ما تعملهاش. اللهم فرج عنا يا رب العالمين وعن المسلمين.
الفناء في الصفات والفناء في الذات عبارة تكررت في شرحكم الكريم للرسالة، كذلك ما يقول البعض في شرح التوحيد من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات. أنا لا أستوعب هذا الفصل اللي ميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الوحيد ابن تيمية في كتب، وصار على ذلك كل الوهابية بعدين. لكن احنا عندنا التوحيد حاجة واحدة، اهل السنة طول عمرهم موحدين بطريقة واحدة، اللي بيوحد الربوبية وبيوحد الالوهية. لكن هو عايز يقول ان لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ده توحيد ربوبية، وان بالرغم من ذلك عبدوا الاصنام فما عملوش توحيد الالوهية. لا احنا بنقول لهم انه لو عبدوا الاصنام لا عملوا ربوبية ولا الوهية، لان هم اصلا كانوا بيقدموا للاصنام، هي الاصنام طلبت منهم حاجة، هي الاصنام ليها شريعة، عشان نقول ان هم ولا هم قاموا بحقوق الربوبية تزللا وطاعة وقربا وابتهالا، ما قاموش. فاللي يقصر في توحيد الربوبية مشرك ايضا، واللي يقصر في توحيد الوهية مشرك ايضا. ما في التقسيمة دي بدعة، التوحيد حاجة واحدة، دي بدعة من بدع الوهابية اللي نشروها من كتب ابن تيمية الوحيد اللي عملها لك الشغلانة دي. اما شيخنا كلهم اللي اتعلمنا منهم ما قسموش التقسيمة دي ولم يوافقوا عليه. انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله، دخل فيه الالوهية والربوبية، دخل فيها كله. واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اي على طريقته، فانا موحد على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ ادي المسألة ببساطة كده. زمان من حوالي اكتر من 20 سنة مرة بنسأل، بالتحديد سنة 76 كنا بنسأل سيدنا الحافظ التجاني، بنقول له، وكنا طلبة في كلية الطب ساعتها، والجماعة الوهابية تعبنا وقاعدين يجيبوا لنا كتب ببلاش ما انزل الله بها من سلطان يوزعوها على الطلبة، والطلبة تقراها تتلخبط، وحاجة شغلانة لدرجة بقوا يجوا نروح نصلي الظهر في مسجد سيدي عبد العزيز الديريني اللي جوه القصر العيني ده، يقولوا انتم مشركين، لا تعالوا صلوا في الجامع التاني. الله، ايه يا ابني، ايه مشركين دي، ده انا بقول الله اكبر. يقول لي اصل في عبد العزيز، قلت له انا ما اعرفش مين عبد العزيز الديريني اصلا، ده انا رايح اصلي عند ربنا يا اخي. يقول لك لا اصل شوف الكتاب ده، ويدينا كتب كده زي ما يكون بيديك حته حشيش يغمزك بيها، يقول لك اقراها وعيال اي كلام اوانطه كده. فلقينا الدنيا ملخبطه، ويجي بعد يومين يسالني يقول لي وربنا فين؟ في السماء ولا مش عارف فين؟ لما قلت له زي ما بيقول يبقى انا مشرك. الله، ايه الكلام ده؟ احنا ما نعرف طول عمرنا بنحب ربنا وبنحب النبي والحكايه ماشيه، ما نعرفش التفاصيل دي، ما كناش بنقرا الكلام ده، وبنحب سيدنا الحسين ونحب اولياء الله الصالحين وخلاص، والحكايه سهله، وعارفين اننا جهله وغلابه وبتاع ومتهيين على كده، وان المسلمين دول كلهم حلوين وطيبين والحكايه ماشيه، وطلبه صغيرين ماشيين في الدنيا. بوظوا مخ العيال بشويه الكتب دي، واخد بالك؟ فابتدوا العيال يقولوا في الكليه يسيروا الكلام، بدل ما كنا بنحضر محاضرات ونطلع من الاوائل قعدنا نرغي في حوش الكليه، بدل ما كنا بنجيب امتياز بقينا نجيب جيد جدا، ضيع وقتنا، واللي كان بيجيب جيد جدا منهم بقى يجيب مقبول ويسقط، ليه؟ ضيع وقته في كلام. فروحنا للشيخ الحافظ التجاني رحمه الله في الزاويه في المغرب دي، رحت مره انا قلت له يا فضيله مولانا الشيخ احنا عايزين تكلمنا في علم التوحيد علشان العيال تعبنا واحنا مش عارفين نقول لهم ايه، واحنا مشغولين في دراسه الطب ومش فاضيين نقعد نقرا تفاصيل كتير. يقولوا علينا المعطله، انا مش فاهم مين المعطله. مره يقولوا علينا احنا جهميه، انا مش فاهم مين برضه الجهميه دي. يقول اسماء كده عجيبه، كلاكيع كده يسمعها في الكتب ويجي يقول. بعد كده العلمك دول كانوا حافز لينا اننا نقرا بقى بتوسل، كانوا حافز لينا ربنا يعني جعلهم زي البرغوث اللي يقلقك فتقوم تقيم الليل مصلحه، اديك قمت قمت الليل الحمد لله. فكانوا براغيث، خلونا عقمنا الليل واحفظنا القران، جزاهم الله خير، ربنا جعلهم دافع لينا كده، عارف زي البكتيريا الميكروب يخش في جسمك يعمل لك اجسام مضاده، هم كده كانوا ميكروب دخل فينا اتطعمنا بيهم. فالمهم لما قالوا الكلمتين دول رحنا لسيدنا الحافظ التجاني. سيدنا الحافظ التجاني راجل علامه كبير بس صوفي، كانوا يقولوا ايه ده؟ المهم يعني فرحنا لسيدنا الحافظ التجاني قلنا له لو سمحت فضيلة الشيخ احنا دلوقتي طلبة ومش فاضيين، عندنا مناهج كتيرة، كلية الطب دي زحمة ومش فاضيين نقعد نقرا، وكل يوم العيال دي قابلونا يقولوا لنا كلام جديد لخبطونا، درجة بقينا نصلي في البيت ما مش بنصليش في مسجد الكلية، بقينا نصلي نستخبى منهم خايفين لحسن لو شافونا يبقى احنا كده مش عارف، حاجة غريبة بقى مستضعفيننا. فالشيخ الحافظ التجاني رد علينا رد ظريف كده حلو وريح،
قال انتوا عايزين علم التوحيد تعملوا فيه ايه؟ قلت له عشان نتعلم. قال انت مش حافظ قل والله احد يا ابني؟ قلت له اه، قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال له بتحب النبي؟ قلت له طبعا اكتر من نفسي. قال له وبتكره النصارى؟ قلت له طبعا. قال له هو ده التوحيد يا ابني، خلاص انت كده حلو يلا روح. فالحكاية سهلة. هم بقى قاعدين يقول لك توحيد مش عارف ايه وتوحيد ايه ويقسموا على الناس، والراجل اللي قاعد بيشرب الجوزة بره ده مام واحد مو غلبان، تيجي تقول له الوهية وربوبية يقول لك ايه ده الوهية وربوبية ايه يا ابني، ما يعرفش حاجة. انا طول عمري بقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، ايه بقى المشكلة؟ هتقول عليه ايه بقى ده مشرك؟ حاجة غريبة اوي. ألفوا على الناس تأليفات كده وتعبوا الناس وتعبوا مخهم ويطلعوا لك شويه شباب كده رب دقنهم لحد ما وصلت سرهم، يقوموا يبهروا الناس بمنظرهم وعاملين نفسهم علماء وهم ولا علماء ولا يعرفوا حاجه عن اي حاجه. دي الحقيقه. ليه؟ لان طالما ما عرفش نفسه ولا عرف قدر الرجال يبقى ما عرفش نفسه. دول بيتهجموا على اهل المذاهب، بيتهجموا على العلماء الكبار، يتهجموا على الاولياء، يبقى دول ما يعرفوش حاجه. ما هو اللي ما يعرفش قدر الرجال يبقى مش راجل. اللي يعرف قدر الرجال ده يا دوب اول سلم في الرجوله. اللي يعرف قدر العلماء ده يبقى طالب علم. انما اللي مش عارف قدر العلماء ولا كم رجال ونحن رجال عشان حفظ كلمتين وقرا له كلمتين، ولو سالته انت ختمت القران حفظا يا ابني يمكن يقول لك لا. طب وفين بقى؟ ويعيد في الامام الشافعي. الامام الشافعي اللي كان ليه ختمتين في رمضان كان يختم القران صباحي ومسائي وانت بتختمه مره في العمر. تقول لي هم رجال ونحن رجال وانت لسه كنت لابس البامبرز امبارح؟ حاجه غريبه الشكل. فربنا ينجينا. فما تتعبوش نفسكم. انتوا مش بتقولوا قل الله احد وبتقولوا اشهد ان لا اله الا سيدنا محمد رسول الله وبتحبوا النبي وبتؤمنوا بجميع الانبياء وبتكرهوا كل دين يخالف دين الاسلام؟ موحدين، مبروك عليكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.